صباح النور منى، يعني نتحدث عن هذه الأوضاع المأساوية والتي تزداد سوادا مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على وسط القطاع بل تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، سواء عندما نتحدث عن القذائف المدفعية أو حتى نتحدث عن القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع على مناطق مختلفة في وسط قطاع غزة. تركزت الغارات الإسرائيلية بالتحديد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، بالتحديد مخيمي المغازي والبريج، وأيضا في المناطق الشمالية كان هناك قصف مدفعي عنيف على مدار الساعات الماضية، إذ أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها باتجاه المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، منطقة المغراقة، مدينة الزهرة، وأيضا المناطق الشمالية لمخيم النصيرات في محيط ما يعرف بمحطة الكهرباء. هذه المنطقة التي لم يتوقف القصف المدفعي عليها منذ ساعات طويلة، وكان هناك انتشال في ساعات المساء منذ يوم أمس لجثامين 3 من الشهداء الذين استشهدوا بفعل هذه الغارات وهذا القصف المدفعي على منطقة المغراقة ومنطقة مدينة الزهرة في المناطق الغربية وسط قطاع غزة أو شمال وسط قطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الغارات التي تتكثف من قبل المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع من شأنها أن تزيد من أعداد النازحين، فبالتالي تزيد من عذاباتهم التي لا تتوقف ولا تنحصر عند عدم توفر مقومات الحياة لديهم، بل إنها تتخطى ذلك لأدق التفاصيل في حياتهم. نتحدث عن درجات حرارة مرتفعة جدا، يعيشون في خيام من النايلون من البلاستيك، وأيضا في أفضل أحوالها هي من القماش، لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، وأيضا هي بمثابة أفران كما وصفها ويصفها النازحون هنا في هذه المنطقة. هذه الأفران باتت هي أيضا مصدرا أساسيا لعذبات كثيرة وتفشي الأمراض، الأوبئة، الجراثيم فيما بينهم، خصوصا وأن أغلب هذه الخيام باتت موجودة فوق أو بالقرب من محلات أو مناطق تجميع القمامة أو مياه الصرف الصحي، في ظل عدم وجود بنية تحتية في مثل هذه المناطق المختلفة وعلى اختلافها في هذه المنطقة. إذن منى، الأوضاع الميدانية في تدهور على مدار اللحظة، وأيضا الأوضاع الإنسانية صعبة جدا للغاية، ولا يمكن حتى هذه اللحظة تطويق هذه الأزمات التي تتفاقم دون أن يوجد لها أي حل حتى هذه اللحظة مع استمرار هذه الإبادة الإسرائيلية. طب محمد، نقطة مهمة هنا، يعني الفلسطينيون لم يحصلوا، تحدثت على قطاع غزة، لم يحصلوا على المياه الصالحة للشرب كما أيضا تحدثت، وتحدثنا في تقرير قبل قليل لمحمد عن هذه النقطة البارزة، فبالتالي إذا كانوا لم يحصلوا على المياه الصالحة للشرب طيلة هذه الأشهر، هل كانوا يستعينون بمياه البحر أم ماذا تحديدا من أجل إرواء عطشهم يا محمد؟ يعني هذه زاوية مهمة جدا منى، مياه الصالحة للشرب هي غير متوفرة في قطاع غزة بفعل أن الاحتلال الإسرائيلي قد أغار ومنذ اللحظات الأولى لهذه الإبادة الإسرائيلية على محطات تحلية المياه في قطاع غزة، فباتت المياه المالحة هي البديل، ما بين مياه من باطن الأرض ونادر منها ما يكون ماء مياه محلاة، ولكنه يحتاج لتكرير ويحتاج لتصفية، ولكن هذا الأمر غير موجود. وهناك من زاوية أخرى نتحدث عن من يعتمد على مياه البحر في الشرب، أو سابقا في خلال شهر فصل الشتاء كانوا يعتمدون على مياه الأمطار للشرب، أما أننا نقول بأن هناك مياه مخصصة محلاة للشرب فهذا غير موجود نهائيا في قطاع غزة منذ بدء هذه الإبادة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي تحدثت فيه وزارة الصحة قبل ذلك وقال إن هذه أو انعدام المياه الصالحة للشرب والمياه المحلاة في قطاع غزة من شأنه أن يسبب الأمراض في صفوف المواطنين، لا سيما النازحين منهم في كافة مناطق قطاع غزة. كل الشكر لك من منطقة الزويدة الزميل محمد أبو ناموس مراسل الغد، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة. شكرا.